والزميل كذلك السيد الحاشي نهار كبير هذا كنستقبلكم في برنامج صالون جديدة في رحاب الجامعة الثقافي والفكري والعلمي. مرحبا بكم ونتمنى ونكونوا نوفيكم حقها بالخصوص انه يعني هذا الوقت وهذا الحيز الزمني لا يكفي للإحاطة بالمواضيع والقضايا الفكرية والثقافية وكذلك مع الشخصية السيد إدرغا القاص. لا خليك معكش هذا بخاطف صافي خليك مع الناقد والكاتب السيد محمد إدرغا. هذه فرصة طيبة وكما وعدناكم على أنكم ستكونون الضيف الأول لهذا البرنامج، لكن ظروف الانشغال وكونكم كنتم خارج مدينة مكناس الآن أنتم في مدينة مكناس، وهذه الحلقة الثانية. والحلقة الأولى كانت لشاعرة يعني نخلوها للجماهير اللي الحمد لله اكتشفوها، وكنتم من الناس اللي حضرتوا وفيتونا هذا، وكنتم من الناس اللي جاوا كرموا الشاعرة رجاء قباش. وحنا بدورنا رهن الإشارة لجميع الكتاب والنقاد والشباب، يعني المنبر ديالنا منفتح على جميع المفكرين وكذلك القضايا التي تشغل بال المفكر والقضايا المغربية. شكرا لك مرة أخرى سيد الكريم. شكرا جزيلا، وكنشكرك على الهدية، وهذا كتاب مؤلف رحلة الصيف والشتاء إن شاء الله غادي نتناولوه ضمن هذه الحلقة بالإضافة إلى المؤلفات. وكنشكروا سي محمد إدرغا اللي هو معروف وهو إعلامي، غادي حتى هذه النقطة غادي نطرقوا لها إن شاء الله باش نستافدوا من التجربة ديالو والخبرة ديالو. شكرا صديقنا العزيز المحترم سي أحمد بنفول. أكيد كما نعرف وكما يعرف القراء بالتأكيد أن سي أحمد بنفول كان من أوائل الروائيين في مدينة مكناس، ولا يمكن لأي باحث بيبليوغرافي أن يتطرق إلى فضاء الرواية بالمغرب دون أن يتوقف عند هذا العمل الجميل الذي للأسف لم يحظى بعد بكل التقدير. فأكيد أنه كما نعرف ديمة الخمر كانت قد حظيت بقراءة جادة من قبل الباحث المكناسي الدكتور إلى قيدي، ونشرت في أحد الكتب التي خصصها للنقد بمدينة مكناس، النقد الروائي أساسا. ولكن كما قلت ربما كما هو معروف عن الإعلامي المتميز والمذيع أحمد بنفول أنه يريد أن يكون في خدمة الآخرين، ولكنه لا يريد هو أن يكون يحظى بتقدير من قبل الآخرين، بدليل أنه حاولت ذات مرة أن أكتب في هذا المجال شهادة صادقة عفوية، أردت من خلالها أن أعبر عن تقديري للسيد أحمد بنفول كإعلامي كمبديع كإنسان فاضل كإنسان نبيل. وربما هذا كان بالنسبة لي هو مجرد يعني واحد نوع من الاعتراف، وأنا دائما أؤمن بثقافة الاعتراف بمثابة ولو بالقليل كما قلت بثقافة الاعتراف إزاءك وإزاء ما تقدمه للمثقفين والشريحة المثقفة بمدينة مكناس بوجه خاص والمغاربة بوجه عام. لكن مع ذلك فإنه كما عهدت فيك أنت دائما تريد أن تعيش كما قلت بعيدا عن الأضواء، وأن تجعل الآخرين هم الذين يكونون تحت الأضواء. أشكرك مرة أخرى، أشكرك على حسن الاستضافة. أكيد حدثت من قبلك سابقا بواحد ما أعتبره مثابة تكريم، وكما جاء كذلك كما أسمته أنت عندما خصصت لي عددين تكريميين للعدد التاسع والعدد العاشر، وكان من ضمن الأعداد التي فعلا حظيت بتقدير خاص باعتبار أنه آنذاك استمكنت من أن أعرف حقيقة ما يكنه لي الكثير من المثقفين إزائي، بحيث أنه بلغ مجموع ما كتبه الإخوان 38 مساهمة. وهذا بالنسبة إلي ربما كان لم يكن أن يتم تجميعه مرة واحدة لولا في عن هذه المبادرة الطيبة منك، فأنت إنسان طيب جدا وشكرا مرة أخرى. إذن بكل تواضع نترك الكلمة كذلك لضيفنا والزميل ضيف يعني جميل ضيفنا كلمة وأنا سأكون
أمامكم إن شاء الله وأترككم مع الجنة. شكرا لك. شكرا للأستاذ سيد أحمد بولبول ولأسرته المحترمة الكريمة على الاستضافة، ولأن أستاذ أحمد بولبول يستحق كامل الشكر والتقدير لما يقوم به من نشر للفكر والثقافة وتشجيع المبدعين والمبدعات، ويعتبر في الحقيقة منبرا للفكر ورائدا في هذا الميدان، وشكرا له مرة أخرى. إذن بدوري أشكركما ولكم كل الثناء والتقدير. مشاهدنا الكرام أعزائنا الأفاضل، نعود إلى صوب الموضوع بكل تواضع، وفي الحقيقة لقد أخذ نسموني لأنني دائما أريد أن أكون بعيدا كما قلتم أستاذي عن الأضواء. إذن موضوع هذه الحلقة حول كتابات وإبداعات، وكذلك حول آراء المفكر والكاتب والقاص الحاضرة الإسماعيلية مكناس سيدي محمد إدرغا. ابقوا معنا سادتي الكرام بعد لحظات، وألقاكم في رعاية الله بركة الله. إذن مشاهدنا الكرام أعزائنا الأفاضل، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص ضمن حلقات صالون جريدة في رحاب الجامعة، صالونها الفكري والثقافي والعلمي. نستضيف من خلاله ثلة من المثقفين والنقاد والأدباء وكذلك العلماء وذوي الاختصاص في مجال النقد والرواية وكل ما له علاقة من الثقافة والفكر. معنا في الحلقة الثانية الأستاذ المقتدر السيد محمد إدرغا. مرحبا بك أستاذي الكريم. شكرا عزيزنا وصديقنا المشترك الذي يعتبر فخم أنه أصبح علامة موجزة في المشهد الإعلامي بمدينة مكناس في المغرب، صديقنا المبدع الإعلامي أحمد بولبول. إذن مرحبا بك. هناك يعني وصلة تقليدية دائما نفتتح بها، ورقة تعريفية للناقد سيدي محمد إدرغا الناقد الحاضر الإسماعيلية بمكناس. عفوا. إذن شكرا مرة أخرى. كما قلت محمد إدرغا من مواليد دخيصة ناحية مكناس سنة 1955، حصل على الإجازة في كلية الآداب بمدينة بفاس، كلية الآداب دار المهراز بفاس سنة 1980. التحق بالتعليم كأستاذ سك الأول في 1973، ثم ذلك كأستاذ سك الثاني إلى حدود هذه السنة، حيث أحيل على التقاعد في سن بطبيعة الحال 60 من عمره، وكان قلت قد التحقت بالعمل إذن في سن 24. إذن أكتب أو ابتليت بالكتابة منذ زمن بعيد، ولكن أول ما نشرت سنة 1979 وأنا طالب بكلية الآداب، ثم ذلك بدأت في كذلك احتراف هذه المهنة أو هذه الكتابة في أشكال أخرى. ابتدأت بالقصص القصيرة، ثم ذلك انفتحت على مجموعة من الكتابات الأخرى أو ألوان أخرى، وأني تراكم لدي الآن كتابات متعددة في مختلف الإبداعات، في القصة القصيرة، في المسرح، في الرواية، في الجيوغرافيا، في البحث، في التاريخ، في كذلك الرواية كما قلت، وفي القصة القصيرة، ثم كذلك في القصة القصيرة جدا، وفي النقد أساسا إلى آخره. إذن الآن فيما يتعلق بالإصدارات، يعني أكيد أنه نظر لعدة اعتبارات مادية وغيرها إلى آخره، لم أتمكن من أنشر لحدا إلا كتابين فقط في القصة القصيرة. أولهما يحمل عنوان مجموعة قصصية بعنوان كسكس الجمعة، والصادر سنة 1912،
وذلك من قبل جمعية الأفق التربوي للشاعر نعيم الزيد. ثم ذلك خلال هذه السنة الفائتة كان قد نشر الاتحاد قطاع المغرب هذه المجموعة القصصية الثانية وهي رحلة الصيف والشتاء. وقبل هذا وذاك في 1998 كنا قد كتبنا كثيرا أو مجموعة من الأعمال النقدية في حق حديث جوتا وهي مجموعة من النصوص السردية للكاتب المعروف محمد أسلم وقام وتولى هو بنفسه جمعها كذلك في كتاب يحمل عنوان الكتابة والموت. بينما الآن في ذمتي ما هو مخطوط العديد جدا إلى آخره ما يربو عن 25 كتابا أتمنى أن تنشر في وقت لاحق إن شاء الله. هناك مجموعة من الأعمال القصصية كما قلت التي لازالت كذلك مخطوطة وهناك معظم ما كتبت لازال منشورا ومنطورا بين الصفحات الجرائد والمجلات سواء عربية أو وطنية إلى آخره. ولكن عموما يعني أتمنى أن أتمكن لاحقا من جميع هذه المنشورات. وأتحدث هنا مثلا خاصة ذلك أنني إذا كنت قد يعني بدأت يعني خاصا فإنني ربما الآن قد انتهيت ناقدا أساسا آخره بحيث أصبحت أمارس الكتابة النقدية أكثر من أي شيء آخر. والآن في مجموع ما أنجزته فيما يتعلق بهذا الإطار ما يربو عن 120 قراءة نقدية وهو شيء يعني أو عمل كبير جدا بطبيعة الحال بالمقارنة من الحيز الزمني الذي أكتب في آخره. يعني كتبت أعمال نقدية في حق مجموعة من الأعمال الروائية في مجموعة من النصوص الشعرية في دواوين شعرية فيما يتعلق بكتابات نقدية. وبالإضافة ذلك أنني كتبت ما يربو أو ما يصل أن إلى 18 تقديما لكتابات لمجموعة من الكتب الشعرية والروائية وغيرها آخره. وبطبيعة الحال كل هذا وهو كثير إلى آخره وما لم أذكره كذلك كثير لازال لحد الآن خطية إما الجرائد أو أنه لازال بعده مخطوطة. إذن لازال مخطوطا وهذا إكراهات نعتبرها إكراهات للعديد من النقاد والمؤلفين والباحثين. ويا أسفة لابد من الجهات المتدخلة أن تجد حلا ناجعا لإخراج أمهات الكتب التي لازلت في رفوف العديد من النقاد والكتاب. ولا أدل على ذلك هو أن جامعتنا المغربية حافلة بزخم من الكتابات والأطروحات ولم تجد كذلك أدنى صاغية أو من يخرجونها من الرفوف من أجل الاستفادة منها والاطلاع عليها. إذن هذا سؤال نطرحه وإشكالية يعني لن نقول عويصة يمكن حلها لكن لا نتمنى أن تكون هناك مبادرات تلدة يعني تعطي للحرف وحرف الضاد أو للنقد أو الإبداعات حقها والاستفادة منها دون أن حتى لا تكون عرضة للضياع والنسيان عندما يرحل صاحبها. إذن من طبيعة الحال التساؤل الذي ربما يطرحه حتى المشاهد الكريم هو رأيكم حول المشهد الثقافي عموما والمشهد الثقافي بالخصوص بمدينة مكناس وما أدرك من مدينة مكناس. نعم لإشارة أستاذ الكريم أنني منذ ما يقرب من حوالي عقد من الزمن كنت أشتغل كثيرا على البحث البيبلوغرافي وليس هناك الآن أي عمل بيبلوغرافي منجز بيبلوغرافي لا يمكنه أن يتحدث أو أن يقدم لعمله دون أن يشير إلى هذا القلم الضعيف إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أنني كنت من السباقين في فترة لم تكن هناك تشتغل الآلات الإلكترونية كنت فقط أعتمد يعني الخط وكذا الأخير بخط اليد وكنت أبحث هنا وهناك الأخيره واستطعت فعلا أن أبصم يعني صوتي في ذلك. وهذا بإشهاد من كثير من البيوغرافيين
المحترمين الذين كانوا يكملون أو يؤكدون هذه المسألة. أكيد هذه المسألة في حد ذاتها تمكنتني من أن أتعرف على خارطة الأدب أو المشهد الثقافي المغربي بوجهنا. الواقع أنه دون أن أكون مغايليا، أنني عندما أقارن بين ما الفترة التي عايشتها شخصيا، ذلك أنني أنتمي إلى جيل سابق، طبعا ليس هو جيلكم هذا الآن، يعني آنذاك كان مثلا صدور عمل ما، رواية أو قصة، مجموعة قصصية أو ديوان شعري أو كتاب نقدي، يعتبر في حديثه حدثا وواقعة، يعني عادة بأنها تؤخذ بالاعتبار ويحتفى بها وغير. وكانت العناوين عادة بأنها لا تكاد، يعني مثلا تظهر مجموعة من الأعمال الشعرية، مثلا ربما قد يظهر عملان أو اثنان فقط فيما يتعلق بالسنة الواحدة لغيره. لكن سرعان بأن هذه الوتيرة، وتيرة النشر والإصدارات، يعني سوف تتكتف وسوف تسرع في وقت لاحق إلى آخره، لعدة اعتبارات. بطبع الحال لسنا هنا بصدد الحديث عن هذه العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر في بلورة هذه الإصدارات وتناسبها بهذه الكيفية. لكن هذه بحد ذاتها بطبع الحال ربما تعتبر ظاهرة صحية من جانب، ولكنها في نفس الوقت ربما أنها سرعان بأنها تسيل بما هو غث وسمين في نفس الوقت، بحيث أنه يصعب مع هذا النوع من الزخم وهذا النوع من الوتيرة الكثيفة والسريعة لهذه الإصدارات بهذه الكمية، يصعب فعلا على النقاد أو أن يسيروا هذه الحركة الثقافية بهذا المعنى. لكن إذا من آخر، وحتى مهما أوتي الناقد من سعة الاطلاع، فإنه لا يمكنه أن يزعم وأن يدعي أنه يعني أحاط أو يمكنه أن يحيط بكل ملامح وقسمات يعني المشهد الثقافي بوجه عام المغربي. لكن في مدينة مكناس، في مدينة مكناس بصراحة، في حد يعني عندما أتذكر في فترة من الفترات مثلا يعني إلى حدود السبعينيات، كنا نتحدث فقط ببساطة فيما يتعلق بالكتابة القصصية عن مجموعة من الأسماء قليلة جدا، والتي عادة يعني هي مجموعة من الأسماء التي كانت إما أنها من موارد مدينة مكناس، أو أنها مثلا كانت تشتغل هنا في بعض الثانويات مدينة مكناس. نذكر مثلا على سبيل المثال الدكتور سعيد علوش الذي هو كان فين يشتغل بمكناس وهو من مكناس، ولكن كان هناك كذلك عبد الرحيم مدن رحمة الله عليه، وكان محمد الوكيلي أو رفيق جندع كما يسمى وغيرهم إلى آخره، ولكن العدد كان قليلا. بالنسبة للروائيين كذلك نفس الشيء، ويمكن نتحدث فقط أن ذاك عن مثلا حميد الحميداني فيما يتعلق بروايته الأولى التي كتبها عن دهاليز الحج القديم، أي حسب بالقارئ أو كالآخره، أو بالنسبة لسعيد علوش كذلك مثلا حاجز الترجي لآخره. وخلاف ذلك فإنه لم يكن هناك يعني أعمال روائية. كذلك هذا يمكن أن تحدث به من خلال كذلك عن مجموعة من الأشياء، عن الفن التشكيلي مثلا الذي كان مثلا يعني النموذج الظاهر والواضح يتمثل أساسا في المرحوم محمد القاسمي. كان كذلك بالنسبة للبحث أكيد والنقد والترجمة كان بامتياز بتاعه الدكتور حسن المنيعي أثر الله في عمر الآخره، ولكن الأسماء يعني كانت قليلة جدا فيما يتعلق. لكن سمعنا بأنه كذلك مع تغير أو مع مرور السنين أنا ذاك فعلا سوف نرى بأن مدينة مكناس فعلا يمكننا أن نتحدث بأنها فعلا هي مدينة الآن مدينة المثقفين بامتياز، مدينة أنجبت وتحتضن الآن حشدا كبيرا جدا من المثقفين. فإذا رجعنا مثلا إلى مجموعة من الأعمال التي هي بمثابة أعمال بيوغرافية في أن يعني أرخت أو تؤرخ المشهد الثقافي من مدينة مكناس، حقيقة بصراحة يمكن أن نقول بأن الكتاب الهام جدا الذي ألفه يعني كل من الأستاذ عبد العزيز العبجي والدكتور أحمد زيدان، وهو إعلام حاضرة مكناس في القرن العشرين بالنسبة للصف الأول، رغم أنه من خلاله نتعرف على أن مدينة مكناس في أن هي زافرة بهذا العدد الوافر وربما أكثر من بعض المدن. هذا في جزئيه الأول، أعتقد أن هناك جزء آخر. هذا علم أنه
هناك من يدعي من بعض المدن التي هي قريب من مدينة مكران لأنها هي الأوفر حظاً بها، وهي واقع أنه خلاف ذلك. لا يمكن أن يعرف مثل الأشياء إلا من هو فعلا يعرف مسالك ومسالك المشتقة في مدينة مكناس الأخيرين، وهو أضاف إلى أبناء مدينة مكناس. هناك فعلا مجموعة من الإخوة الذين هم من يعني أتوا إلى مدينة مكناس وأصبحوا مكناسيين بكل امتياز بطبيعة الحال، وهو إذن لما كذلك يعني انفتحت مثل هذه البيوغرافيات لتضم كذلك وتؤرخ لهؤلاء، إذن فسوف يصبح العدد أو فرجد. وعندما تنظر في هذا الكتاب يعني تفاجئك مجموعة من الأسماء التي كنت تعتقد سابقا أنها تنتمي إلى مدن أخرى، فسرعان بأنك تكتشف أنها مدينة مكناس أصلاً إلى آخره. إذن مكناس الآن على مستوى الشعارة على مستوى الله، وكل مرة نكتشف أشياء جديدة. مثلاً فأنا فوجئت مثلاً وأنا كما قلت قبيلة خلي وأنا خارج مدينة مكناس لما هاتف ثاني وتحدثت إلي عن الحلقة الأولى في هذا الكتاب في هذا الصالون إلى آخره بالنسبة للشاعرة رجاء قباش. فأنا شخصية مثلاً لم أكن أعرف على أنها من مدينة مكناس أو أي شيء من ذلك. لاحظنا مثلاً أن هناك مجموعة من الأسماء الأخرى التي فعلاً يعني لن كنا في أن نتجاوزها إلى آخره. فهكذا يعني عندما تبقى المسألة وهو أنه للأسف الشديد هناك يقع أحياناً هناك وحنان التعامل بشكل تمييزي للأسف الشديد بين مع مجموعة من الأقلام. وكنت قد سئلت أطرح علي هذا السؤال عدة مرات في برامج إذاعية، وهو يعني كيف يتعامل يعني الناقد أو يعني مع الحركة الثقافية بمدينة مكناس وخاصة الحركة الإبداعية، وهل المسألة تخضع لمعايير معينة موضوعية حيادية؟ فقلت له أبدا، ليس هناك أي شيء من هذا. سوف نكذب على أنفسنا إن قلنا في شيء من هذا. نحن مثلا قلت أنا لم أكن أبدا يعني أصف نفسي بأنني ناقد، أنا بدأت قصة. وفي 5 فبراير 1990 لما التحقت باتحاد كتاب المغرب لم أكن يعني حقيقة وصفت بأنني قاص، يعني حصلت على هذه العضوية باعتبار صفتين قاص وناقد، ولكن هذه الصفة الناقد فقط أنه الذي كان سباقا إلى أن يطلق علي هو المرحوم الفقيه العلامة الكبير يعني دكتور فريد أنصاري زميلنا. نعم هو اللي سماني ناقدا. أما أنا فكنت أقول في البداية أنني أشاهد النقد في اليوم نفسه. وأنت تذكر أستاذ المحترم عندما كان اللقاء مع الشاعرة رجاء قباش، كان هناك أحد الإعلاميين كان قد استضافني في إذاعة مكناسية. نعم أكيد نعم. وهناك كان قد تحدث لي وأترى معي إشكالية النقد، فقلت له غريب من قبل كنا مثلا نسمع بوجود ناقد شيء نتهيبه، وكنا نتهيب هذه الصفة وهي صفة الناقد. وقلت من الآن بأنني عندما كنت ونحن في انتظارنا أن تبدأ الندوة يعني كانت المطويات كلها تحمل صفة ناقد، فقلت هذا الحمد لله يعني أن يكثر عدد النقاد، لكن هل كل هؤلاء النقاد؟ أنا شخصيا في أن أعجبت باللقاء ولا يعني ثاني ما أدري فصل إن أنا كنت فيرا وددت التدخل، ولكن للأسف كان الوقت. أعيدكم إن شاء الله في فرصة قادمة أن نمنحك الكثير. فقلت كان أمامي وأقول هذا الكلام الآن، أنا ذاك لاحظت بأنه معظم النقاد الذين تحدثوا وهم ثلاثة اللي مع خلافة الأستاذة كاسل اللي كتبت المقدمة يعني ساروا على نفس المنهج، وهي ما يسمى بكتابات نصية أو كثير ركزوا عليه أكثر من أي شيء آخر. أكيد هذا الآن ما أصبح يدعو إليه النقد الحديث أو النقد الحداثي، ولكن هل فعلا
لا يمكن ان نتناول هذا العمل الا بهذا المنظور. انا لم اقرا ان التقديم، ولكن قال لي قبيله قال لي الدكتور مصطفى الشاوي بانه لما قرا من التقديم قال بان فعل الملكة عسان احسنت واجادت فيما يتعلق بقراءتي هذا. انا شخصيا لحد الان لم اطلع على الديوان ولم اطلع، ولكن سمعت إلى ما قيل إلى خير من قبل السادة الذين تفضلوا بالقراءة بمقاربة هذه. ولكن هل معنى لك أنه أي شخص يعني قد يعني يكتب مقالا واحدا ويعتبر نفسه نقيدا؟ هذا معنى آخر أن أصبحنا نستسهل النقد، فإذا أصبحنا نستسهل النقد معنى آخر وعلى النقد السلام، لأن كل من هب ودب سبب نقيدا. أنا لا أسعر في أحد، ولكن لما تلقى مثلا الدكتور عبد الإله قايلي وهو صديق عزيز ونعرف انه انسان نبي ولكنه ناقد متميز، مثلا بالنسبه لي انا وانا المولى كما قلت الى حدثت مالا بهذا الاشكال ديال البحث الجغرافي، لما اخذت كتابه وبدات اقرا الى اخره وجدته انه يشير الى مثلا ان وجود نص روائي اسمه أو عنوانه ديمة خمر لشخص روائي اسمه أحمد بلبل. بالنسبة إلي أحمد بلبل لا أعرفه أنا ذاك، نعم. ولم أكن قد قرأت ديمة خمر، نعم ديمة خمر، ولكن هذا الناقد مادام أنه موثوق به لأنه له تجربة، له تجربة في مجال النقد، إنسان دارس متمحص متميز، إذا من آخر أنه قرأه هم في حد ذاته يشهدون بما يشهد به ويثيقون بما يقوله. إذا هنا مثلا لما مجرد ما قال هو مثل آخره، أنا بالنسبة لي أنا لما عدت للبيبلوغرافية كتبت بأنه من ضمن صححتني هذه المعلومة من آخر أنه كانت معلومة ضائعة مني، وهي أنه هناك كان عمل روائي اسمه ديمة خمر ولم يكن واردا بالنسبة لي سابقا. شكرا لك. لكن لما يأتي شخصنا انه يكتب شيئا ما على سبيل مثلا بالنسبه لي مره واحده او كمره او مرتين او كذا الى اخره ويقول بانه يكتب نقدا، نعم انت ككتابه اولى ككتابه ثانيه كذا الى اخره، ولكن تقول لتكون صريحا مع نفسك بانك تكتب لاول مره تحاول ان تكتب. فقلت ذات مره في إذا كنت بطبع الحال، لأننا أعرفك بأنك إعلامي متميز وأنك لا شك كنت تتابع مجموعة من المنابر الثقافية المغربية، وكان منها مثلا جلالة الملحق الثقافي، ملحق الثقافي للبيان، وكانك واحد صفحة سميتها أوراق، وكنا نتناوب على الكتابة فيها، ومنها كنت قد كتبت واحد تنقل من هو الكاتب، وقلت إن الكاتب هو الذي يبحث عن قصيدته الأولى، عن روايته الأولى، عن قصته القصيرة، عن مقالته الأولى، عن كذا، هذا دائما هو يبحث من آخر، ليس أن يكتب نصا واحدا ويقول بأنه فعلا كتب أصبح قصة، ولا أن يكتب رواية ويقول بأنه أصبح كذا، لكنه هو يبحث باستمرار. وهذا العمل ليس هو الذي من حقه أن يكتب أن يتحدث عنه ولا أن يعني يثني عليه، لكن مثلا عندما يأتي ناقد آخر وهذا الناقد الآخر أنه لا يختار هذا العمل التي سوف يكتب عنها بطريقة عشوائية وبطريقة عبثية، فكما قلت أنا لا أجاملك هنا، فمثلا عبد الإله قايدي لن يأتي إلى عمل ويكتب عنه وهو ربما هذا العمل لا يحظى بفنيته المطلوبة، لأنه بالتالي سوف يفقد مصداقيته مع القراء. نحن أحرص ما نحرص إذا كنا نحترم أنفسنا نحترم قراءنا. إذا لذلك فأنا الحمد لله دائما أقول بأنني ناقد أو أصبحت ناقدا، الإخوة الآخرون نعم يقولون يصفونني بذلك، وأنا أقول لا يا أخي أنا دائما أبحث أنا أكتب. هذا تواضع منكم أكيد، لأنه إذا ادعيت بأنك قد بلغت المنتهى فقل عليك السلام بصراحة. دائما أنت تبحث، لماذا إذن أحمد بلبل يعني يتحرك وكلما كان هناك شخصيا أنا أحكم عليه في مدينة مكناس
كلما كان هناك لقاء ثقافي ويكون هناك حاضرا بردته بأعوانه إمكانياتنا الذاتية، هذا في سبيل الخدمة الثقافية والفكرة. لا يريد، هو يريد أن يخدم الثقافة، والثقافة ينبغي إذا أردت أن تحكم وأن تخدم ذلك وأن تخدم عملك، وإذا كنت تحترم عملك ليس هو أن تجلس في بيتك إلى آخره وأن تنتظر الآخرين أن يؤتوك بالمادة الإعلامية الخير. فأنت الذي تبحث عن مرارا كنت أتحدث إليك وبحث فتقول لي بأنني الآن أنا موجود نعم في أكيد. كذا واليوم كنت في تغطيتي لأول درس افتتاحي لجامعة المولاي إسماعيل والذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية بمدينة مكناس، وكان ذلك على الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة مساء. جميل، هذا المعهود فيه. نعم. أنا متفائل أستغرب بذلك. نعم. رغم الإكراهات العامة بطبيعة الحال. إذن دعني أستاذي الكريم أن أعود شيء إلى الوراء، وقد سبقتني إلى شيء ما هام كنت وضعته ضمن التساؤلات حول اتحاد كتاب المغرب فرع مدينة مكناس، حول الاتحاد، حول تجربتكم فيه، حول انضمام، يعني أين هو اتحاد كتاب المغرب الآن خصوصا فرع مدينة مكناس؟ نعم صحيح، والله إنه سؤال هو محزن شوية، يثير لدي وحمل. بعد أن الصديق الذي زملته كثيرا في هذا الإطار وعيشته كثيرا بكل قوة هو المرحوم الدكتور أحمد فرشوق. فرشوق رحمه الله. رحمة الله عليه في الدليل الآخر. كما ربما في علمكم أنه كنت مترددا جدا في أن أقدم طلبي للحصول على عضوية اتحاد كتاب المغرب. وفعلا في 1997 تقدمنا بالطلب، ولكنه لم يحظى بالاهتمام، لم يحظى بالاهتمام لأن الإخوة آنذاك أخبروني بأن المسألة ترجع إلى أن لم نقدم هذا الطلب إلا قبيل المؤتمر ليومين أو ثلاثة أيام، لذلك لم ينظر فيه. في 1993 فبراير 1990 فعلا حصلت على هذه العضوية، بالضبط 5 فبراير 1999. وهد بعدها بأيام فإن كان هناك هيكلة لفروع اتحاد كتاب المغرب، وكان قد حضر فيما أذكر أنور المرتجي، هو اللي جاء مكلف من قبل المكتب المركزي لمدينة الرباط لاتحاد كتاب المغرب. إذن مشاهدي الكرام نعود في النقطة الثانية، كنا نتطرق إلى مسألة عضويتكم ضمن اتحاد كتاب المغرب فرع مكناس، يعني وقد تساءلنا حول الآن دور هذا الاتحاد، الهياكل ديالو، الأنشطة ديالو، ربما لغابت، ربما أعتقد هل من شعر أم هي من في خبر. كان نستمع إلى السيد محمد إدرغا عضو الاتحاد. قلت إذن في 1990 كنت قد أحرزت على هذه العضوية، عضوية اتحاد كتاب المغرب، وعند هيكلة هذا الفرع أو المكتب مدينة مكناس كان قد حضر الدكتور أنور المرتجي من المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب، وكان قد وقع علي هذا النوع من التراضي على أن أتولى أمانة المال. نعم. أنا ذاك قال أحدهم مزيحا ليس هناك أفضل من محمد إدرغا ليتولى ذلك، لأنه هو الوحيد الذي يصلي من ضمن هؤلاء الذين هم حاضرون الآن. وكان الذي ترشح لتولي الكتابة العامة الأخيرة هو فعلا المرحوم الدكتور أحمد فرشوخ، وما أدرك من الدكتور أحمد فرشوخ بكل، أنا أسميه رجل التوازن الطارح، إنسان طيب، إنسان ذكي جدا، رجل ديال التعامل وعامله كذا الاخير، رزين بزاف الاخير. وفي ان قضيت بصحبته 3 ولايات، وكان
فرعون من أنشط الفروع، وهذا بشهادة رؤساء اتحاد التمغرب آنذاك، سواء حسن الجميل الدكتور الجميل حسن الجميل أو عبد الحميد عقار أو لاحقا الدكتور عبد الرحيم العلام الذي بالنسبة لنا إنسان يعني يحظى أو ينبغي أن يحظى بكل إجلال وبكل تقدير وبكل احترام إلى الله. إذن هنايا طوال هذه المدة كما قلت تقريبا واحد 12 سنة قضينا واحد النوع من التوافق تام جدا أنا والسي أحمد فرشوف الله يرحمه، واستطعنا فيه باش نركبوا واحد العدد هائل جدا من الأنشطة، وكان هذا النوع من التفاهم بينا وإلى آخره، وكان يعني كان هناك سند من قبل مجموعة من الجهات لا داعي إلى أن نفصل في التكلفة. نعم. لكن فيما بعد طبعا الحال نحن سوف نتخلى عن هذه المهمة أنا والدكتور أحمد فرشوف الله يرحمه، وبطبع الحال كان لم قلنا أن ما يمكنش نستمر بديك الصفة ديال كل منا من آخر كلا قدام تغيير الصفة، ولكن نحن لم نكون مستعدين لا لهذه الصفة أو لتلك إلى غيره، فجاء آخرون. لكن وقعت واحد المجموعة من الإشكالات سواء هنا على المستوى المحلي يعني أو على المستوى المكتب المركزي بوجه عام، نظرا لأنه كان وقع واحد الإشكال فيما يتعلق بهذه الانتخابات وكذا إلى آخره، وهذا كان إشكال معين يعني هو الشيء اللي خلا ما بقاش هناك واحد النوع من التفاهم كما كنا في الفترة ديالنا حنايا. حنا بقينا حتى حنا نفوسنا الآن تنشوفوا شنو هو تيعمل الآن هذا الفرع ديال الاتحاد التنفيذي في المكنس، ما الذي أنجزه لحد الآن منذ غادرنا نحن هذا البيت الدافئ إلى آخره، يعني عدد الأنشطة التي قام بها المكتب الذي جدد مرتين بعدنا إلى آخره لا يمكن أن نحصي. يعني محطات ثقافية إلا قليلة إلى آخره. شنو هي الأسباب إلى آخره؟ بصراحة أنا شخصيا كذلك أصبحت أن أبي نفسي عن هذا الإشكال، رغم أنني أسأل عن الإشكال تقول مودي بأنه أهل مكة الآن أدرى بشيء عنها وهم الذين يمكنهم أن يسألوا أو أن يسألوا وأن يجيبوا عنها، بل أنه كما سمعت أنه الآن الكاتب العام الدكتور حسن مخافي هو في حد ذاته مجمد لعضويته نظرا لإشكال المرتبط مجموعة من الخلفيات معروفة على آخره، منها خاصة جائزة المغرب للشعر وكذا آخره وما حدث في هذا المضمار آخره. أعتقد بأنه هو من حقه بطبيعة الحال، ولكن هناك كل الآن أصبح يمكنه أن يدلي بدلويه وأن يعبر عن رأيه، ولكن على كل حال أن اتحاد كتب المغرب الآن فرع مكناس لا يقوم ما كان ينبغي أن يقوم به. نتمنى أن يعود يعني البصيص النور لهذا الفرع، فرع اتحاد كتاب المغرب الذي كان خلال عقود من أبرز الفروع بالمملكة. إذن سؤالنا الآخر حول الإبداع والشباب، يعني هناك شباب يكتبون، هناك شباب يحضرون في بعض اللقاءات، لكن ما يؤسف له يعني أننا أتابع العديد من اللقاءات التي تنظم من طرف جمعيات يعهد لها الاهتمام بالثقافة والفكر ويغيب أحيانا مشاركة الشباب، لكن لا نستثني هناك بعض الجمعيات التي تهتم كذلك بالشباب وتعطيه فرصة لقول كلمته أمام عمالقة الشعراء والنقاد والمفكرين. حول هذا الموضوع كيف ترون الكتابة الشبابية هنا بالحاضرة إسماعيلة مكناس؟ قبل ظهور هذه الشبكة العنكبوتية التي للأسف شد لا أفقه فيها شيئا، قبل ذلك كان ممكن أن نتحدث عن المرحلة الأولى ويمكن الآن أن نتحدث عن مرحلة ثانية. المرحلة الأولى قبل الإنترنت، هذه المرحلة يعني بالنسبة لي للمبدعين الشباب كنت قد احتككت بهم عبر عدة تمظهرات. كان التمظهر الأول هو عندما كنت في اللجنة التحضيرية من أجل تأسيس ما يسمى بمنتدى المبدعين المغاربة،
هذا المنتدى الذي زال الان يتولاه بن علي ومجموعه المخطوبي وغيره. ولكن حتى عندما تم تاسيس للمنتدى كنت متغيبا شخصيا، تغيبت لعده اعتبارات، لان البعض يقول لي انك انت الان لم تعد شابا فتترك الامور للشباب. كان منهم كذلك الاخ المبدع اللي هو مشى لفرنسا، اعتقد رشدي كذا الى اخره، لا اذكر بالضبط الاسم ديالو الكامل، كان انسانا طيبا الى اخره. ف يعني هذا كان تمظهر اول. تمظهر ثاني هو انه عندما كنت ادعى من قبل مجموعه من الجمعيات التي كانت يعني تنشط وتنظم مجموعة من المهرجانات الشهرية وكذا آخره، وكانت فيها تكون هناك جوائز تشجيعية وكذا آخره. كانت هناك مثلا جمعية الرحيم، جمعية باب منصور، جمعية مجموعة من الجمعيات التي تحضر الآن بكامل آخره، وكنت عادة ما تكون في اللجنة انتقائية أو اللجنة ديال الوجه العام إلى آخره. وكان فعلا يعني كانت يبقى أحيانا بعض الإشكالات معه الشباب، لأنه أحيانا عندما يتم التوافق ما بين أعضاء اللجنة على يعني أسماء معينة وأصوات معينة، فإنه بطبع الحال الأصوات الأخرى لا تجد يعني حرجا إطلاقا في أن تعبر عن رفضها للقرارات الأخيرة، بأنهم يتمردون على ذلك، وهذا من حقهم، لأن كل منهم يريد أن يبدو أنه أصبح ناضجا في الكفاية الأخيرة. علم أني كنت دائما في البيت نقول بأنه المعايير التي نعتمدها أنها ليست معايير يعني بالمعنى ديالو العلمي، ولكن معايير هي بطبع الحال نقدية، لكنها وفق مجموعة المقاييس التي نأخذها بعين الاعتبار. كان تمثل آخر هو عندما كنت يعني اشتغل كعضو شرفي في محترف الشعر بكلية الأدب مكناس رفقة المرحوم الدكتور فريد الأنصاري والشاعر كذلك عبد الناصر الوقح. وكان في علمية الفينة والأخرى ينظم كذلك صباحيات شعرية بكلية الأدب، وكنت عادة أكون ضمن اللجنة إلى آخره، وكنا كذلك أحيانا نقوم بهذه العملية، عملية التوزيع بطبيعة الحال. أنا أعتقد الثمانينات 87 86 أعتقد كنت قمت بتغطيتها. التسعينيات كانت نعم كنا كنا في الفضاء يعني في ذاك الزردة إلى آخره، وكيكون في القراءة الشعرية خاصة كيكون حضرت هذا اللقاء. وكان هناك تمظهر آخر هو عندي بالنسبة لي هو اللي هو شيء أساسي ويعرفه الجميع، وكما تعرفون يعني أتولت يعني التدبير وتسير تقريبا 91% من اللقاءات الثقافية. وكان عادة كلما تقدم مني مبدع شاب وسألني أن أدرج اسمه ضمن لائحة قائمة المترشحين لي تقول له مرحبا، فقط بشرط أنني سوف أتركك إلى أن ننتهي من الإخوة كذا الأخير. وكنت أسمح للجميع بأن يقرأ، وإذا ما طلب مني بعض أفراد الجمعية التي يكلفونني بالتسيير فإن كنت في أقلق وأغضب، ويا ويلو يعني هؤلاء إذا غضب لنا معروف أنه يغضب فتقول لهم بأن الشباب ينبغي أن يحضروا عندنا من عملات. تمظهر آخر هو عندما جاءني مجموعة من الشباب المبدعين الذين أصدروا أحيانا ذلك الفترة مجموعة من أعمالهم الأولى، وطلبوا مني أن أكتب عنها، فكتبت. فكان مثلا هناك زكريا هذا كتبت اسمه لانه هو مراسل عندنا بمدينه مكناس اعلامي، وهو يعني زجال شاعر، ونشكركم لانكم يعني حظيه بشرفكم يعني التقديم ديالو هذا اخر على الاقل في الحضور كشاب. يعني استحمل ممكن لا يمكن ان ارد اي شخص. نعم اكيد، وانا انا اعترف بهذا. شخص اخر الى ثانوية عبد الرحمن مزيدة سال عني وجاء وسالني ان اكتب ورقه في الموضوع، فقلت نعم لم يبقى وقت كثير، ولكن مع ذلك فاني سوف افعل، لانها ليس من اللياقه ابدا ولا من اللباقه هو ان ارد شابا مبيعا خائبا. ثم جاء كذلك الاخ الذي
للاسف سهوت عن اسمه اللي كتب ديك الزجاجه ديال عوده استاذ الرحمن مجدوب ولا شي حاجه بحال هكا. كذلك الزجاجه الاخيره وكذلك كتبت يعني هناك اهتمام بالشباب في جميع القنوات يعني احد الاشخاص الاخرين وكنت فعلا وكان وهذا ما ينبغي ان يكون في اللقاءات يعني هذا تسجيل للهول الشباب لانه الشاب اذا اغلقت يعني نفسك في وجهه الاخيره وسددت يعني الباب في وجهه فبطبيعه الحال فانه سوف تخلق لي نوع من الاحباط الى اخره وهذا بطبيعه الحال ليس من لياقتي ابدا لاننا ينبغي ان نفعل مثل ما فعل معنا اساتذتنا رحمة الله على من مات منهم وأطل الله عمره من لازل منهم حق المرزق إلى آخره فهم أيضا يعني اقتدينا بهم في هذا الإطار فهم فعلوا معنا وساعدونا وكان بالتالي كان علينا في أن نفعل مثل ما فعلوا نعم. معنا إذن المشاهدين الكرام ابقوا معنا مع الجزء الثالث والذي سوف نتطرق إلى مجال الإعلام وتجربة ضيفنا ضيف هذه الحلقة سيدي محمد إدرغا ابقوا معنا بعد لحظات ونعود إليكم. إذن بالصدفة هذا اللقاء عبر الهاتف بإخوة يتفضلون ويشكرون الموقع الجديد في الحال الجامعة وهذا حوار مع السيد محمد إدرغا مع شباب مدينة الدار البيضاء. الله يحفظك. إذن نعود إليكم مشاهدينا الكرام في المحور الثالث والذي سوف نتناول بعجالة تجربة السيد محمد إدرغا الإعلامية وحول المشهد الإعلامي بالحاضرة الإسماعيلية مكناس ومن خلاله نشكر كل الإعلاميين والصحفيين المتميزين والمهنيين بمدينة مكناس. لكم الكلمة أستاذ الفاضل. شكرا قد أحسنت كما هي عادتك في أن تبلغ هذا التقدير وتخص به التقدير الإخوة الإعلاميين المتميزين في مدينة مكناس فأنت واحد بكل تواضع وأنت تعرف بكل تواضع أنا في حقيقة السؤال يعني بالنسبة لي ربما هو ليس سؤال من المفروض أنه يكون أو أنني أطرح علي لأن لم أكن إعلاميا بهذا المعنى. كانت لدي واحد تجربة يعني تمثل في مرحلتين وفي محطتين. محطة أولى كنت اشتغلت مراسلا لجريدة وطنية وأفضل لا أتحدث عن الاسم أو الجريدة و كنت قد استدرجت إلى ذلك استدراجا من قبلي بعض الأشخاص إلى آخره على أساس أن يكون هناك تعويض مادي ولم يكن هناك أولا لا تعويض مادي ولا شيء من هذا القبيل لمدة سنة بكاملها وتقريبا بمعدل مراسلة كل أسبوع وكنت أتحمل في ذلك حتى مصاريف الإرسال وغير ذلك إلى آخره وكان هناك أحيانا أصبحت تفرض علي بعض الجهات هو أن يطلعوا على المراسلة قبل أن يتم نشرها وهو الأمر الذي جعلني في أن أرفض ذلك وبعد ذلك انتهيت وبعض الإخوة الذين ربما سوف يسمعون هذا الحوار انتهينا إلى أن نعرف أن الكثير من المراسلات كانت فعلا إما تمزق أو توضع في سلة المهملات باعتبار أن صاحبها أي هو هذا العبد الضعيف أصبح متمردا على سياده بين قوسين في هذه المأمورية وبالتالي أصبح خارج التطبيق. الجريبة الثانية كانت مع صديق لي وتلميذ ديالي سابقا هو الشاعر والآن رئيس قسم التواصل بوزارة الثقافة الشاعر محمد بلمو يشتغل صحفيا أيضا صاحب مهرجان تماما هذا تلميذ ديالي وصديق ديالي وكتب عني وكتبت عنه وكذا آخره فلما بدأت ينشر جريدة ديالو الجهوية وليلي طلب مني في أن
أراسي لهم وأن أشتغل مراسي لهم وأن أتكفل حتى ببعض أو عقد صيغ شنو تعاقدات ديال الإشهار في الجريدة وكذا غيره. كنت أنوب عنه في هذا في هذا المدى. وكانت تجربة جميلة جدا آخره لأنه وضع كل ثقته فيه ووضع ثقته في آخره وكان هناك توافق وتفاهم جدا. فيما يتعلق ب يعني الإعلام بوجه عام أو مش الإعلام بصراحة ممكن نتكلم عن الإعلام ولكن نتكلم عن الإعلام الثقافي. نعم ثقافي. الإعلام الثقافي أكيد كما تعرف أستاذ المحترم وأني بالنسبة لنا لما سوف أقول لك بعض الأشياء ربما هي تكون من قبل تحصيل الحاصل لأنك أنا أعرف جديتك وأعرف رصدك لمثل هذه الأشياء وبالتالي ربما سوف نتوافق فيما سوف أقول. هناك بعض الملاحق الثقافية التي في أن خدمت الثقافة المغربية بامتياز علم أنها لم تكن تحظى في أعدادها العادية بالاحترام والتقدير الكافي ولكن ملاحقها الثقافي أساسا يعني لعبت الدور أساسا في نشر الثقافي في نشر الثقافة ولم تكن يعني هذه الملاحق كانت تنفتح على جميع الفئات. المهم هي الجودة. وربما السي أحمد أنت تعرف أنه في وقت من الأوقات كان لم يكن هنا هذه السهولة في استسهال المسألة ديال النشر. نعم. مثل ما دابا الآن أصبح الأمر معمول به بسبب رقميا. آنذاك كان يعني المحرر أو المشرف على الصفحة الثقافية أو الملحق الثقافي أنه لا يؤشر على منتوج ما بالنشر إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط الفنية وجودة وكذا خلاله. إذن وأنا ذاك كان الإنسان عندما ينشر له أعمال فإنه يكاد يطير فرحا بل أنه ربما قد يزغرد وهو مثل المرأة إلى آخره فرحا ونشوة بما نشرها. لكن الأمور أصبحت الأنانة. لكن هناك ملاحق ثقافية مغلقة على نفسها ويمكن أن أقول دون أن أذكر الاسم أنه أحيانا يمكنك كما قلت ذات حوار كان قد أجره معي صديق ما أكاد أخمن الأسماء التي سوف يأتي سوف تنشر أو سوف ينشر لها في العدد المقبل وأصدق في ذلك بنسبة ما بين 70-80%. لماذا؟ لأنه دائما يتم استضافة نفس الأسماء وتغلق الأبواب عن أسماء أخرى وتدخل هنا ربما علاقات معينة أكيد. هنا في مدينة مكناس نعم يمكنني نتحدث هنا على واحد الإعلام المكتوب كانت هناك تجربة لا بأس بها. كان هناك انفتاح على المثقفين مدينة مكناس. كانت هناك تجربة ديال حمد الحبيب مكناس ومكناس سفير ومكناس نعم وكان هناك تجربة ديال الخط الأحمر ديال السعب الحمد هاتان تجربة سابقة كما نعرف آخره. طبعا الحال سوف تجريب نحن دائما في طر المكتوب سوف تجربة صديقنا العزيز أحمد بلبل في رحاب الجميع. أكيد إنها أكثر إشاعة وأكثر حضور وأكثر قوة إنها بطبيعة الحال ليست طبيعتها هو ذاك الأخبار والأخير ولكن طبيعتها هي طبيعة ثقافية علمية بحثية كذا الأخيرية بالدرجة الأولى من الاعتبار وتأتي مجموعة من الأشياء الأخرى في المرتبة الثانية الأخيرية. يعني هي إشاعية إنها في رهنت وتتمشي وفق واحد الخط ممنهج الأخير وأنا أعتقد بأنه هو السبب الذي جعل مجموعة من المثقفين في مدينة مكناس يضعون ثقتهم التامة فيها على غيره. والدعي ذلك أنه ونحن الآن نسجل يعني إذن هناك من هذا الهاتف الذي سوف يكسر رتبة تسجيل الأخيري ويكون من هذا الباحث من مدينة الدار البيضاء الذي سوف يعبر عن يعني انتشائه كذلك وعن هذا النوع من فرحته بالأثر الذي أحدثه ما كتب عن مؤلفاته ومؤلفيه في هذا المنبر الثقافي الجاد والرزين والوازن. هذا على المستوى المكتوب.
المستوى بطبيعه الحال يعني السمعي نعم اكيد. اذا سمحت انا سوف اذكر مجموعه من التجارب اللي كنا سميتو الاخير. كاين الان تجربه بطبيعه الحال ديال السي حسن شرو صديقي في الاذاعه الوطنيه مدينه مكناس، ومع ذلك مجموعه على خير، ومع ذلك الان محمد الزهراوي كان هناك في اذاعه خاصه وهو السي عبد الله البلغيتي في برنامجه سواء كذلك يوم سهرني او بعد ذلك مقامات، حيث تم استضافه الكثير من الوجوه الى اخره. هناك كذلك بطبيعه الحال التجربه ديالكم كذلك الاخير هي تجربه تجمع بين الصوره والصوت، وهذه بطبيعه الحال تجربه متميزه اذا لانها هنا تحمل بصمات اخرى مغير لما هو معهول لنا اذا كان الانسان المتلقي يحتكم اساسا فقط الى الاذن او الى السمع فيما يتعلق بهاتين التجربتين السابقتين. فتجربه احمل بلبل لا هنا تحتكم بطبيعه الحال الى ما هو سمعي، يعني معنى اخر ما هو سمعي، ما هو مرئي وما هو مكتوب، وبالتالي فانتم في هذا الاطار يعني وشمتم يعني المسار الاعلامي هنا في مدينه مكناس بميسم خاص وتستحقون عليه أنا وعنا من الامتنان والتقدير. اذن اشكرك، ونحن هنا بكل تواضع وحضورنا ذاتي وبكل إصرار، ومن خلالكم أجدد شكري والشكر الموصول لكل الإعلاميين المرموقين بمدينة مكناس. إذن مشاهدي الكرام ابقوا معنا مع الجزء الرابع والذي سوف يخصص إلى مسألة الانتخابات، وسوف نربطها إن شاء الله مستقبلا يعني خلال الحديث ديالنا. والغرض منها هو أنه يعني المسؤولين الذين يعهد لهم تسيير المجال يعني سواء البنية التحتية أو الطاقة أو يعني المؤسساتية وما إلى ذلك، نريد أن نتحدث عن هذا المسؤولين أن يولوا اهتمامهم للمجال الثقافي والفكري بمدينة مكناس بشكل خاص. حول هذا الموضوع سوف نستضيف مرة أخرى أستاذنا الفاضل سيدي محمد إدرغا. ابقوا معنا بعد اللحظات ونواصل. إذن أعزائنا الأفاضل مشاهدينا الكرام أشكركم وأشكر كل الأوفياء الذين يتابعوننا عبر قناة أخبار الثقافة العالمية والتي تصدر عنها جريدة في رحاب الجامعة. في الجزء الرابع نتناول مسألة الانتخابات وكذلك دور المنتخبين في الاهتمام بالثقافة والفكر والإبداع، ما رأيكم في هذا المجال؟ نعم، للأسف الشديد لا يكاد هؤلاء الذين يتم الاقتراع عليهم أن يولوا المجال الثقافي الأهمية التي تليق به. من آخر أن الثقافة تأتي بالنسبة لهم ربما في المرتبة الخامسة أو ربما خارج الاهتمام أو خارج التغطية بوجه عام، إلا حالة قليلة جدا التي ربما قد نسمع عنها أو نقرأ أن هؤلاء المنتخبون يعني أو أن هؤلاء المنتخبين يعني قد ساهموا بشكل أو بآخر في دعم يعني مجموعة من الأنشطة الثقافية أو كذلك. لكن هذا كما قلت رهان قليل ونادرا ما، وحتى إن كان ربما يكون له علاقة بالحزب أو أنهم من داخل تلك المؤسسة وهم الذين يقومون بذلك الثقافة المجال الثقافي، هذا ما يعاب البعض كما نقول. حتى أقدم لك سيدي أحمد شيء يعني مثلا ملموسا واقعيا، وأنه في 2005 نحن أبناء جامعة دخيسة قررنا أن ننظم أول مهرجان ثقافي وسياحي للمنطقة، وكانت لدينا عدة رهانات، وكانت من الذين كانوا يعني في المدمار، كان هناك نائب سفير المغرب الآن في السودان، كان هناك يعني الشاعرة نعيمة زايد، كان هناك الدكتور حسن الصويني، كان هناك مجموعة من
الإخوة أبناء أبناء المنطقة. وكانت هناك الإهانات كما قلنا، حاولنا من خلالها نؤسس لها ثقافة معينة، ثقافة الاهتمام بالمنطقة والتعريف بها وكذا إلى آخره. نعم. وكان حاضر هناك مجموعة من الإعلاميين، رشدي تهامي، حسن عيسى القامح وكذا إلى آخره، وغيرهم كثير إلى آخره الذين وجاء حتى بعض المنطقة أبناء المنطقة اللي هما تيشتغلوا في التمثيل أو في الفن بوجه عام إلى آخره. عندما طرح هذا الإشكال كان لابد من زيارة مجموعة من النواب البرلمانيين الذين كانوا آنذاك قد فازوا في المنطقة، حتى نعرف يعني بأي طريقة وبأي شكل سوف يساهمون معنا في بلوغرة هذه المبادرة الثقافية. بصراحة يمكن أن تحدث عن أن الذي لعب الدور الأساسي في هذا الإطار هو محمد الأشعري، أنا ذاك الذي كان وزير الثقافة، وأنا ذاك أنه فعلا وعدنا وكان عند وعده عندما يعني قال بأنه سوف يساهم معنا في مجموعة من الأداءات لفائدة مجموعة من الفرق الفنية التي فعلا ساهمت في تنشيط هذا المهرجان الثقافي. كان هناك مجموعة من أو نائبان آخران، أحدهما الذي فعلا لم يتردد في أن يمنحنا منحة حوالي 4000 درهم ثابت حال في أن نسند بها مجموعة، ووضع تحت تصرفنا وإن أبينا سيارته وسائقه الخاص. هذا كذلك أمر يشكر عليه. عليه. لكن هناك آخر للأسف عوض أن يعني يسندنا فإنه قد فعل سلوكا مخالفا لما كان ينتظر منه، من آخر أنه لم يخدم الثقافة بأي شكل من الأشكال آخره. لما كنت يعني عضوا في اتحاد المغرب فرانكنس، هنا يمكن نشوفها أننا فعلا كنا وخاصة الاعتبارات معينة ومع اعتبارات لا يمكن أصفها الآن بوصف معين دقيق، أن مجموعة من المستشارين هنا بمدينة مكناس، يعني تبقى المستشارين في البلديات الأخيرة فعلا كانوا يسندوننا كلما التمسنا منهم دعم معين فإنهم كانوا يقومون بذلك، وكانوا على الأقل يمارسون حضورهم إلى جانبنا، يساهمون فعلا في يعني التنشيط الثقافي، في إنجاح ذلك الفعل الثقافي وذلك النشاط الثقافي لآخره. إذا ولكن هذه المبادرة تحدث عنها بهذا الإنها تكون قليلة جدا، فلماذا؟ لأنه للأسف هناك مجموعة من الجهات التي تبحث عن كل ما هو مميع، ربما فبالنسبة ليها أفضل ربما في ممارسة السياسة المعينة. فتنذكر أنه مرة قدمنا إشعارا إلى سيد قائد المنطقة مخبرين إياه بأننا ممكن أن ننظم يعني أمسية ثقافية لفائدة بزاز أو فائدة به يرفض رفضا تاما، وتقولنا هل هناك من يعني أنشطة أخرى يمكن أن نساهم فيها، يمكن أن نضع تحت تصرفكم كذا من رجال الدرك أو من القوات المساعدة أو الإمكانيات المادية، ولكن ممكن أن تأتوا بكذا وكذا وكذا خير، ودعوا عنا جانبا هذا الرجل آخره. لما تقول كذا كانت الجهات العليا إلى آخره من آخر وزارة الداخل آخره فهي لم تسمح له أبدا بكذا وكذا خير، فلماذا نحن كفقط كجهات صغرى تريدون أن تورطنا في هذا المضمار؟ نعم هذه مسألة ترجع إلى ما يفوق الآن العقدين من الزمن، ولكن نعم الأمور تغيرت بشكل أو بآخر، أصبحنا نحظى يعني واحد يعني واحد نسبة كبيرة جدا من الحريات، لكن فين هو الآن هو الدور الأساسي هو هذا المنتخب
فين هو؟ شنو هو الدور الذي تلعبه هو الان في صالح الثقافه؟ اعتقد قد تكون هناك مبادرات ولكن لم تكن محتشمه اكيد ومحدوده. إذن أشكرك سيدي الفاضل على صدرك الرحب وقد تجاوزنا الساعة، ولكن في الحقيقة مدينة مكناس وقراءك هم في حاجة كبيرة إلى المزيد من المعلومات والصبر، يعني أغوار خبايا هذا الفكر الذي شع صداه على يعني خارج مدينة مكناس. أنا أرى الورقة وأبحث هل نسينا شيء ما لن نتطرق له، خصوصا أن المشاهدين الكرام لهم حضور كذلك معنا من خلال مشاهدتهم. أتمنى ألا أكون إشكالية متعلقة بالتعليم. نعم، إذن المحور الخامس سوف نتطرق إلى مسألة التربية، المسألة التربوية، خصوصا أنكم يعني الآن محالون على التقاعد، وأفتح قوسين أقول أنكم كنتم محظوظين جدا، لم تكونوا مثلنا، زاد في عمرنا 3 سنوات وسوف يحرم شباب كانوا أولى بأن يكونوا مقامنا بعد مرور 4 سنوات. نتمنى أن نقضي هذه 4 سنوات فيما يرضي الله والمجتمع، لكن وأسفه لثلاثة شباب ربما كانوا سوف يحلون محلي لهذه السنوات المقبلة. على كل حال هذه مسألة ربما أتمنى أن لن تكون، يعني ربما أن نخصص لها وقتا آخر مع شخصية أخرى، لكن دعنا أن نتحدث عن تجربتك التربوية وماذا تلاحظون وأنتم، يعني أعتقد أنكم رغم أنكم حالوا على التقاعد لازلتم مع القلم ومع الورق، وهذه الحلقة دليل على ذلك. إذن حول المسألة التربوية بمدينة مكناس. شكرا. لا أخفك أخي أنه عندما التحقت بالتعليم في المرة الأولى وكنت عندما أسمع عن إشكالية التقاعد كنت أقول لن أتقاعد أبدا، ربما أنت عندما يخبرونني بإحالة التقاعد سوف ألتمس منهم أن يمنحوني مزيدا من الوقت وأن يمددوا هذا العمر العملي الأخير إلى ما بعد. ربما استجابوا لدعائك وزادوا يعني 3 سنوات ربما أكثر. هذا الاعتبارات متعددة. كالاعتبار الأول، أولا هذه النشوة التي كنا نستشعرها ونحن مقبلون على هذه المهنة، لأننا هي المهنة التي اخترناها عن قناعة وعن محبة دون غيرها من المهن الأخرى، وفعلا غرنا ما كان يقال قبل المعلم وفي تسجيلك هذا كان المعلم يكون رسولا وانها مهنة شريفة. نعم هي مهنة شريفة الحمد أكيد لأنه جيل وأجيال. نعم ويشهد لكم صراحة. أنا كانت هذه النقطة، لكن النقطة الثانية وهي متمثلة في تلاميذ العينة المستهدفة في حد ذاتها، كانت لدينا عينة خاصة، يعني عينة جديرة. هناك أعمار فعلا يعني كبيرة ولكن وأجسام كبيرة جدا، ولكن يعني واحد العقول نيرة، واحد الاستعداد للعمل، واحد الأخلاق رفيعة جدا فاضلة، هناك استعداد للتجاوب مع الأستاذ مع رجل التعليم آخره، هناك احترام كبير جدا لرجل التعليم بمختلف مستويات آخره. وكان هناك كذلك رغم أن المقرر في حد ذاته أو المقررات كانت تشكو عرجا كبيرا جدا وهفوات وكذا آخره، ولكن كنا مع ذلك نبذل جهدنا من أجل أن نتغلب على ذلك، علما أنه كان هناك أحيانا بطبيعة الحال لم يخلو الأمر من نوع الإشكالات أكيد التي تقضيها ظروف العمل آخره، لكن فيما بعد مع تقدم الزمن الأخير أصبحنا نرى تأتي هناك مجموعة من الأجيال الأخرى التي لاحقت فيما بعد ليس لديها أبدا هذا النوع من الاهتمام
بالمجال الثقافي او المجال التعليمي التعلمي الى اخره. هناك ما يسميه المامون برك الدريبي هو جيل ديال الحاسوب وجيل كذا غير وجيل واعر صعيب الى اخره. هناك الاشكاليه الان ديال الادمان وهناك مجموعه من الاشياء الى اخره. يعني لدرجه انه قال لي واحد الصديق قال لكم يمكننا نقولوا بان 1 على 5% هو اللي يمكن نلقاه الان انه لا يدخن ولا يتعاطى مخدرات ولا اشياء من هذا القبيل الى اخره. كنت قد ساهمت عبر الهاتف في إذاعات مكناس عبر هذه الإشكالية الظاهرة ديال المخدرات في المحاضر ديال المؤسسة أو الإدمان على يعني على الإنترنت وكذا آخره والعواقب ديالهم والتأثيرات ديالهم السلبية وكذا آخره. هذه أشياء كلها معنى آخر هناك ولات تهمش الكتاب أو إلغاء الكتاب من الاهتمام بوجه عام. هذا اللي هي الكتاب الدراسي، أما الكتاب ديال الثقافة الثقافة فحد لا داعي لا هذا مؤسسة يعني ونزل كبر آخره. إذن هذه المسائل هذه كلها ساهمت بالإضافة إلى مجموعة من التطاحنات وصراعات أحيانا الجوفاء والخاوية والفارغة إلى آخره خلات يعني الأستاذ أصبح يفكر ويستعجل زمن التقاعد أو عمر التقاعد ولم تعد لديه هذه الرغبة كما كان عليه الأمر سابقا. لذلك يعني أصبحت شخصيا أني أفكر في وجوب يعني أن حتى يعني الإشكاليات منذ ربما 3 سنوات أو 4 سنوات فكرت في أن يعني أرشح نفسي للتقاعد النسبي إلى آخره. ولكن الحمد لله يعني توقفت عني ذلك اني الغيت هذا القرار وبعد ذلك اكملت يعني هذه المسيرة. الان استكملت مسيرتي 60 بكاملها الى اخره ب 36 سنه عملا عليه سنه واحده في السلك الاول وما تبقى من السنوات هي بالنسبه للسلك الثاني. يعني شنو نقول لك حنا الان المأساة اللي هي ان لما خرجت الان وتنشوف الإشكال اللي واقع هو أنه التقاعد النسبي والتقاعد التام خرجوا 15,000 وشي حاجة والعدد اللي هم محتاجينه دابا الآن 16,000 إطار. كيفاش غتقول كثير ضغط الآن كما هو معروف وكذا إلى آخره. أحيانا بعض المؤسسات تمشي تلقى بينا وصلوا حتى قريت أنا في الجريدة في الدار البيضاء ربما وقع وصلوا 88 تلميذ في سميتو في أو 75 فما فوق يعني أربعة ديال التلاميذ في الطاولة. إذا نتمنى خير هناك خصاصة نتمنى من الجهات المسؤولة. حنا الآن لسنا ضد فلان أو فرط الله ولكن هذه قضية وطنية قضية وطنية حقنا نختلفوا في المجال السياسي نختلفوا في الرؤية ولكن قضايا ولكن لما القطاعات اللي ينبغي أن تحضر الأولوية سواء التعليم أو الصحة أو كل آخره فربما ينبغي أن نتفق على أن نخدم هذا الشعب وأن نقدم خدمة لهذا الشعب وبالتالي ربما إذا سمحت ربما بذلك يكون مسك الختام بالنسبة لهذا اللقاء جميل الرأي معك إلى آخره. إذن نعتذر لأنه ربما قد أطلنا وأنا أعرف صدركم الرحب والاستجابة للبرامج التي تخدم المجتمع والفكر والإبداع. لو لم يكن الأستاذ محمد إدرغاء أستاذا ماذا كان سيكون؟ كان سيكون في اللحن. الحمد لله أنه استفاد أبناء المدينة مكناس والمغاربة من تجربتك ومن لأنكم رائد في المجال التربوي وكذلك هناك المحظوظين الذين كتبت عنهم من خلال النقد والنقد البناء. وسوف نخصص إن شاء الله فقرة أخرى ل مفكر ومبدع آخر من مدينة مكناس سوف نعلن عنه إن شاء الله. أشكرك مرة أخرى سيدي محمد إدرغا وأشكر أستاذنا الفاضل سي بوحاشي وأشكر كل الذين لبوا طلب النداء ولكل المشاهدين الكرام. كان معكم مفد جريدة في رحاب الجامعة
وممثل قناة أخبار ثقافة العالمية ألقاكم في رعاية الله. وشكرا لكم كثيرا. شكرا لكم وشكرا لحسن الضيافة، ونستسمحكم جميعا في هذه الأسرة الكريمة على هذا النوع. أنتم بين أهليكم وذويكم وفي منزلكم التالي. مرحبا بك سيدي محمد إضغاء. شكرا للصديق والأخ المحترم سيد أحمد البربور. الله يبارك فيك، نحن في الخدمة. اللقاء الثقافي، وشكرا للأسرة المحترمة، ونتمنى الإصلاح والتوفيق للأبناء، وشكرا مرة أخرى. شكرا مشاهدي الكرام، نتمنى أن نكون قد أوفينا والممنا بشيء مما تذخر به ذاكرة سيدي محمد إضرغاء. إذا نحن منفتحين على الجميع، النقاد والمفكرين والكتاب والعلماء، من أجل تقديم خدماتهم للمجتمع. مرة أخرى أضرب لكم موعدا، إلى اللقاء.